تعالوا نشوف توقعات جماهير الأهلي وحسم فريقهم للدوري ونرجع لكم تاني. يوم الأربعاء الجاي هيحسم بطولة الدوري وهيفوز على المقاولين بإذن الله، وهنبقى خدنا الدوري كده ورجع مكانه الطبيعي في الجزيرة، طول عمر الدوري في الجزيرة، وده الوضع الطبيعي، وإن شاء الله يوم الأربعاء هنحتفل كلنا بدرع الدوري السنة دي إن شاء الله. لا، هو طبعا واضح إن الأهلي هو اللي ياخد الدوري بإذن الله، لأن هو أصلا يعني عامل تجهيزات أكتر من الزمالك بكتير، ونتائج الزمالك أصلا يعني غير مباشرة خالص نهائي. وبعدين قال يعني عامل يعني استعدادات اقوى من الزمالك لمراحل، فطبيعي جدا ان يكون ده الثاني الاهلي بلا نزاع. كل المعطيات بتقول الاهلي، الاهلي كان جاي من ورا قوي، وما شاء الله ما فيش حاجه بتوقف الاهلي لما بيركب، واظن مباراه المقاولين صعبه جدا مع الاهلي، مع يعني المقاولين الاهلي المباراه صعبه جدا، مدير فني كويس جدا هو عماد النحاس، ولاعيبه كويسه جدا المقاولين، بس ما اظنش ان الاهلي هيفوت الفرصه. هو 3 بونت بالدوري ان شاء الله رب العالمين، وماتش الزمالك بقى نستمتع بيه ان شاء الله رب العالمين. الاهلي هيكون اقرب للفوز بلقب الدوري، ومباراته مع المقاولين طبعا مباراه مش هتبقى سهله، فريق المقاولين فريق كويس، بس الاهلي معودنا على البطولات دايما، ودايما هو عنده حسن ظن جماهير ان شاء الله باذن الله. انا اهلاوي، كاهلاوي بقول لك باذن الله الاهلي يكسب الدوري بالمقاولين، لكن الكره ما فيهاش كبير، احنا بنقول للاعيبه اهتموا، والماتش ده هو ماتش الدوري، وما يستنوش ماتش الزمالك، لكن هو نظريا الدوري لسه في الملعب، لكن باذن الله باذن الله رجالتنا يقدروا يكسبوا المقاولين ويفرحونا بدري بدري، وما ننتظرش نتيجه لا زمالك مع الاسماعيلي ولا زمالك مع الاهلي. يمكن على الورقه لحد دلوقتي الاهلي بيت فرصه اكبر، وبايده هو الحسم دلوقتي، لو فاز في ماتش المقاولين باذن الله خلاص الدوري اتحسم بالنسبه له بفرصه كبيره، وهو على الاهلي اقرب كمان من ناحيه ان الزمالك حاليا دلوقتي مباريات متذبذبه ونتائج متذبذبه في الدوري. الزمالك بيتمنى طبعا اي عصر النادي الاهلي في قبال المقاولين، لكن الامر لو الاهلي حسمه في قدام المقاولين يبقى الدوري انتهى، اي سيناريو غير كده يبقى اتاجل لماتش القمه. املي كله من الله ان الاهلي هو اللي ياخد الدوري، واللي شفته امبارح من الماتش بتاع الجونه وبتاع الزمالك، فكان الجونه المفروض يعني اقرب جدا ان يكسب، بس معرفش هو الزمالك حظه عالي شويه فيمكن يتعادل عشان كده يعني.